طيب اخر فانكشن جروب هنتكلم عنها ان شاء الله زي ما قلنا من شويه هي مجموعه السي او اتش او الكربوكسيليك اسيد او الكربوكسيليك جروب. طبعا احنا بنتكلم على الفاتيك واروماتيك من البدايه، فاذا هيبقى في عندنا الفاتيك كربوكسيليك اسيد، بمعنى ان مجموعه الكربوكسيليك هتكون متصله بمجموعه الكايل، او اذا كان عندي اروماتيك كربوكسيليك اسيد هيبقى عندي مجموعة الكربوكسيليك أسيد بتتصل بمجموعة أرايل، بمعنى حلقة بنزين أو ديريفاتيف لحلقة البنزين، بمعنى substituted بنزين رينج. أولا بالنسبة للفانكشن جروب اللي هي CH is a function group of carboxylic acid consists of C double bond O with OH، بمعنى أنها بتحتوي على مجموعة الكربونيل بالإضافة إلى مجموعة الهيدروكسيل. إحنا شفنا مجموعة الكربونيل في الألدهايد والكيتو اللي إحنا خدناهم آخر مرة، وشفنا طبعاً الـ OH عبارة عن الهيدروكسيل جروب أو الفانكشن جروب اللي تميز عائلة الكحولات. بتكتب الكربوكسيل جروب عادة COOH أو ممكن نكتبها C double bond O OH. بمعنى ان احنا ممكن نكتبها بالشكل ده ديت R او AR اذا كان aromatic C double bond O OH. نفس الكلام طبعا هنا لو كان عندي C double bond O OH متصلة بأرايل جروب، او ممكن نكتبها C double bond C O O H. الفاتيك اسيد زي ما قلنا هاف ان الكايل جروب بوندد تو سي او اتش، ديت عباره عن الفاتيك اسيد. الاروماتيك اسيد اللي عباره عن الجزء ده، وده بيكون متصل بارايل جروب. طبعا عندنا امثله زي الفاتي اسيد، دي عباره عن لونج تشين من الفاتيك اسيد. عندنا كمان مثال مهم للاروماتيك كربوكسيليك اسيد اللي هو السلسيليك اسيد، اللي منه اقدر احصل على الاسيتايل سلسيليك اسيد اللي هو بيظهر الاستراكشر بتاعه قدامنا اللي هو عباره عن الاسبرين. يبقى اذا الاسبرين ده عباره عن الاسيتايل سلسيليك اسيد، جت مجموعه السي او اتش، جت كده عباره عن السي دبل بوند او او اتش دي اللي هي الكربوكسيليك جروب، وديت عبارة عن O acetyl بنسميه acetyl salicylic acid أو الأسبرين. يبقى إذا الأسبرين عبارة عن acetyl salicylic acid، طبعا ودي دي عبارة عن الأروماتيك رينج. بنسمي طبعا الـ O COCH3 اللي هي الإستر جروب، ولازم تبقى عارف إن الإستر عبارة عن الـ R C double bond O R، وإحنا أخذنا الإستر مع الألكوحولز لما اتفقنا ان تفاعل الالكحول مع الكربوكسيليك اسيد بيؤدي الى تكوين الاستر في وجود طبعا كونك سلفوريك اسيد. ودي الاروماتيك بنزين رينج. نومنكليتشر اوف كربوكسيليك اسيد الكومن نيمز، مين الفاتيك اسيد هاف هيستوريكال نيمز، بوزيشن اوف سبستيتنتس اون ذا تشين are labeled with Greek letters. بنستخدم الجريك letters، بنسمي الكربون التي تالي C double bond O ديت عبارة عن C double bond O، وديت كده اللي هي COH. الكربون اللي بعد C double bond O بسميها alpha, beta, gamma, delta and so on. طبعا دي عبارة عن الكومن نيمز، لسه هنتكلم على الايوباك نيمز. فلو انا عندي اكزامبل زي ده، ده عبارة عن اليفاتيك ولا اروماتيك كربوكسيليك اسيد، ده اليفاتيك كربوكسيليك اسيد ديت كده الفا بيتا وديت عبارة عن جاما، الفا بيتا جاما.
يبقى اذا عندي هنا برانش سي ال الفا كلورو بيوتريك اسيد. يبقى اذا ده كومن نيم. ده مثال كمان بيتا فينايل كابرويك اسيد، ده يعتبر كومن نيم. ادي الالفا بيتا، وعندي طبعا برانش اللي هو الفينايل، ده بنسميه بيتا فينايل كابرويك اسيد. طبعا مطلوب مننا نعرف بس فقط الكومن نيمز اللي في السلايد اللي قدامنا ديت. طبعا ده فورميك اسيد، البيرنت نيم فورم اسيتيك من الاسيت، بروبانويك من البروبوين او البروبانويك اسيد، بيوتري اللي هو بيوتريك اسيد، فاليريك اسيد، كابرويك اسيد، او اذا كان ده عباره عن اروماتيك كربوكسيليك اسيد. ديت كلها عبارة عن أليفاتيك كاربوكسيليك أسيد. يبقى إذن فورميك أسيتيك بربانوك بيوتريك فاليريك كابرويك، ديت عبارة عن كومن نيمز للكاربوكسيليك أسيد اللي موجودة قدامنا. البنزويك أسيد ده عبارة عن أروماتيك كاربوكسيليك أسيد. هنتكلم بقى على الأيوباك سيستم فور نومنكليتشر كاربوكسيليك أسيد. ايه الفرق ما بين تسمية الكومن نيمز والايوباك نيمز؟ الفرق هو في بداية ترقيم الكربون تشين، ده اهم فرق عندنا. بالنسبة للايوباك سيستم start numbering from COH، يعني الكربون رقم واحد. بالنسبة للايوباك سيستم بتكون اللي هي كربونة اللي الكربوكسيليك جروب او السي دبل بوندو. وطبعا بالنسبه للكومن نيم زي ما قلنا من شويه، بنبدا نرقم من الكربون التي تالي السي او اتش، بنسمي الفا بيتا جاما دلتا. لكن الايوباك نيم جت عباره عن الكربون نمبر 1. يبقى اذا جريك ليتر ار يوزد تو ديزينيت ذا لوكيشن اوف سبستيتنس ان كومن نيمز، ذا كربون ادجسنت تو سي او اتش از كولد الفا فولود باي بيتا فولود باي جاما دلتا. اما بالنسبه للأيوباك نيم هيبقى عبارة عن الكربون ألفا هتكون كربون نمبر 2. يبقى إذن الشكل اللي هنا بيبسط أو بيوضح الفرق ما بين النومنكليتشر للأيوباك سيستم والكومن نيمز. عندي كمان حاجة اسمها السولت أوف أسيد، ان الاحماض الكربوكسيليه لما بستبدل الاتش او البروتون بميتال ده عباره عن ميتاليك سولت اوف كربوكسيليك اسيد، ولو استبدلته بامونيوم ده عباره عن الامونيوم سولت اوف كربوكسيليك اسيد. طبعا الواضح هنا ان انا بستبدل الاتش بصوديوم او ببوتاسيوم. يبقى اذا صوديوم اسيتيت ده عباره عن اسم ملح الصوديوم للاسيتيك اسيد. ازاي اقدر اعمل نومنكليتشر بالنسبه للكربوكسيليك اسيد سولت؟ هنا عندي ده الاسيتيك سي اتش 3 سي او اتش، وده عباره عن البروبانويك اسيد سي اتش 3 سي اتش 2 سي او اتش. طبعا قبل ما نتكلم على نومنكليتشر للسولت اوف اسيد هنرجع كده بس. هنا احنا قلنا اول فرق ما بين الكومن نيم والايوباك هو عمليه الترقيم للكربون تشين. اتفقنا ان الايوباك كربون نمبر 1 از كربون ان كربوكسيليك جروب، وبعدين هبدا استبدل الاي اللي موجود في السلسله الكربونيه او الالكان او الكربون تشين ب او اي سي اسيد. يبقى اذا لو انا عندي سي اتش 3 سي او او اتش هرقم طبقا للايوباك، يبقى ديت كربون نمبر 1 2. يبقى اذا ده عباره عن اي ثان، هعمل دروب للاي
واضيف مكانها او اي سي اسيد ايثانويك اسيد. يبقى الايثانويك اسيد ده عباره عن الايوباك نيم للاسيتيك اسيد. الكومن نيم عباره عن الاسيتيك اسيد، يبقى الايثانويك اسيد هو الاسيتيك اسيد. وهكذا بالنسبة لباقي الأمثلة. لو أنت عندك 3 كربون أتومز يبقى إذن بروبان changed into بروبانويك أسيد كأيوباك نيم. نرجع للسولت أوف أسيد، ده عبارة عن صوديوم سولت أوف أسيتيك أسيد. يبقى بكتب البيرنت نيم زائد السفكس. السفكس في حالة السولت أوف أسيد هيبقى عبارة عن ATE. يبقى إذن البيرنت نيم أسيت وهضيف عليها السفكس يبقى أسيتيت. وأكتب اسم الكاتايون أو الميتال. الميتال هنا عندي صوديوم يبقى صوديوم أسيتيت. الأسيتيت دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن البيرنت نيم زائد السفكس. نفس الكلام هنا، البيرنت نيم هنا يبقى 1 2 3 جاي من البروبان. هنا كان عندي إيه؟ كان عندي 2 كربون اتوم ولكن ده عباره عن كومن نيم. يبقى هنا الاسم ده مشتق من الكومن نيم. كومن ولكن هنا الاسم مشتق من الايوباك نيم. يبقى اذا بوتاسيوم بروبانويت. هتلاحظ هنا السفكس اختلف في حالة الأيوباك. يبقى السفكس هنا ويت والبيرنت طبعا جاي من تسمية الأيوباك اللي هي ميس إيز بروبيوت. يبقى بروبانويت، يبقى صوديوم بروبانويت ده عبارة عن اسم الميتاليك سولت للبروبانويك أسيد وده مشتق من الاسم الأيوباك اللي هو البروبانويك أسيد. أما هنا عبارة عن صوديوم أسيتيت ده مشتق من الكومن نيم للأسيتيك أسيد. طب إيه هو الأيوباك نيم للميتاليك سولت اللي هو عبارة عن صوديوم أسيتيت؟ هيبقى صوديوم إيثانويت. يبقى هنا ده عبارة عن صوديوم، ده أيوباك نيم اللي هو الصوديوم يبقى صوديوم صوديوم إيثانويت إيثان وهاخد بقى السفكس O A T صوديوم إيثانويت ده عبارة عن الأيوباك نيم للصوديوم أسيتيت. يبقى إذا صوديوم أسيتيت كومن نيم، صوديوم إيثانويت ده أيوباك نيم للميتال سولت اللي هو عبارة عن الصوديوم لملح أو ملح الصوديوم للأسيتيك أسيد. طبعا ده اللي احنا قلناه من شوية، الـ COH is bonded to the chain، بمعنى إن الرولز للأيوباك سيستم for nomenclature of carboxylic acid are identified by a suffix added to the parent name of the longest chain with different ends begin used depending on whether the carboxyl group is bonded to a chain or a ring. If the COH is bonded to a chain طبعا هنختار ايه؟ find the longest carbon chain زي ما عملنا مع كل الفانكشن جروب في التسمية. containing لازم تكون طبعا تحتوي على COH and change E وهستبدل الE end of the parent alkane to ayoic acid. If the COH is bonded to a ring في الحالة دي عبارة عن aromatic carboxylic acid يبقى name the ring and add. هنا يقصد الرينج، هنا الرينج لو الرينج ديت عبارة عن not aromatic ديت عبارة عن cyclohexyl مثلا او cyclobentane
احنا لسه لحد دلوقتي ما اتكلمناش على نومنكليتشر اوف اروماتيك اسيد. يبقى اف سي او اتش از بوندد تو ا رينج نيم ذا رينج اند اد وورد كاربوكسيليك اسيد. يبقى هنا لو انا عندي شكل سداسي يبقى ده سايكلوهكسان، وهنضيف بعد كلمه سايكلوهكسان كاربوكسيليك اسيد. يبقى سايكلوهكسان كاربوكسيليك اسيد دي عباره عن طريقه تسميه الايوباك لو انا عندي رينج متصله بالسي او اتش. بالنسبه للترقيم نمبر ذا كاربون تشين اور رينج تو بوت ذا سي او اتش جروب ات سي كاربون 1 او كاربون نمبر 1 بات اوميت ذس نمبر فروم ذا نيم ابلاي اول اذر يوجوال رولز فور نومنكليتشر. بمعنى هنطبق باقي الرولز اللي احنا اخذناها كما هي، ولكن لو السي او اتش متصله بشكل سايكليك كده بهذا الشكل يبقى اذا النيم هنا عباره عن سايكلو بروبان كاربوكسيليك اسيد، وديت عباره عن الكربون نمبر 1 2 3 يبقى سايكلو بروبان كاربوكسيليك اسيد. ده عباره عن التيبل للبريوريتي اوردر اوف فانكشن جروب، وده مهم جدا اللي على اساسه نقدر نختار البيرنت نيم لو انا عندي تو فانكشن جروب ان ذا سيم ستراكشر. من الواضح ان الموست بيريور فانكشن جروب هي الكربوكسيليك جروب، وبعدها طبعا السلفونيك اسيد استر اسيد كلورايد امايد نيتريل الدهايد كيتون الكحول فينول ثيول امين ايثر سلفايد. طبعا احنا اللي يهمنا فقط من التيبل ده هي الفانكشن جروب اللي احنا درسناها الاسيد كلورايد، بعدين اخدنا طبعا الالدهايد كيتون الكحول فينول امينز. ديت عباره عن الفانكشن جروب اللي احنا اخدناها بالنسبه للستراكشرز اللي عدت عليها خلال الترم. بمعنى لو انا عندي سي او اتش مع او اتش هيبقى البيرنت نيم كاربوكسيليك اسيد، ولو انا عندي كيتون مع الاو اتش يبقى البيرنت نيم هيكون كيتون. واحنا خدنا امثله كتير لما درسنا الكيتونات الالدهايد، وطبعا عرفنا كمان ان الالدهايد او السي اتش او ليها بريوريتي عن الاو اتش او السي دبل بوند او كيتون. بعض امثله النومنكليتشر طبعا فورميك اسيد ده ايوباك ولا كومن نيم؟ ده عباره عن كومن نيم. ميثانويك اسيد ده ايوباك نيم ميثانويك اسيتك، هنا عباره عن اليفاتيك اسيد 1 2 3 4 يبقى اذا 4-3 ميثايل 4 بمعنى ايه؟ بمعنى بيوتان تبقى بيتانويك اسيد، يبقى 3 ميثايل بيتانويك اسيد. الكومن نيم طبعا مش لازم بالنسبه للستراكشر ده بنسميه ايزوفاليريك اسيد. هنا مع السي او اتش دبل بوند يبقى 1 2 3 يبقى اذا بدل ما يبقى بروبانويك هيبقى بروبينويك اسيد. هتلاحظ عندي هنا اي ان بدل اي ان. 2 بيوتانويك اسيد طبعا مش مطلوب منك تعرف الترانس والسيس، هنكتفي فقط بالمثال الاول من الجزء ده. هنا بقى لو انا عندي تو فانكشن جروب ادي الاو اتش والسي او او اتش يبقى ده سي او اتش او الكربوكسيليك وعندي او اتش، يبقى هنا تو فانكشن جروب البريوريتي هنا الاعلى هي الكربوكسيليك جروب يبقى 1 2 3 4 5 6 يبقى اذا هيكسانويك اسيد 5 هيدروكسي هيكسانويك اسيد. مش لازم طبعا تعرف الار دي عباره عن النومنكليتشر من خلال الستيريو كيمستري، واحنا ما اتكلمناش على الستيريو. يبقى اذا 5 هيدروكسي هيكسانويك اسيد او 5 اوكزو، هنا بقى عندي سي دبل بوند او كيتون ديت عباره عن سي او كيتون، وعندي هنا السي او اتش اللي هي الكربوكسيليك جروب يبقى 1 2
two, three, four, five, six. يبقى هيكسانويك أسيد ده عبارة عن البيرانتينيم. البيرانتين هيكون كربوكسيليك أسيد، ولكن لازم أوضح طبعاً إن أنا عندي سي دبل بوند أو. اتفقنا إن السي دبل بوند أو بنسميها أوكزو في حالة وجود فانكشن جروب أعلى منها في البيروريتي في نفس الاستراكشر. يبقى 5 أوكزو هيكسانويك أسيد. عندي هنا أمينو، يبقى 4 أمينو بيتانويك أسيد. 1 2 3 4، يبقى 4 أمينو بيتانويك أسيد، وديت عبارة عن السي OH. هنا عندي مجموعة الكربوكسيليك متصلة برينج زي ما أخذنا من شوية في الرولز. يبقى إذن ده عبارة عن سايكلوبنتان كربوكسيليك أسيد، ولكن عندي هنا برانش. البرانش ده عبارة عن آيزوبروبايل. يبقى هنا دايما السي أو إتش متصلة بالكربون نمبر 1، ونبدأ نرقم بحيث البرانش ده هياخد الرقم الأقل. يبقى هنا عبارة عن كربون نمبر 2، يبقى 2 آيزوبروبايل. ديت الآيزوبروبايل اللي إحنا أخذناها في البداية من ضمن الألكايل جروبس CH3. دي بسميها آيزوبروبايل، أو ممكن أكتبها كده، يبقى 2 آيزوبروبايل سايكلوبنتان كربوكسيليك أسيد. طبعا ده عبارة عن أروماتيك أسيد، ده بنسميه سلسيليك أسيد، أو بنسميه أورسو هيدروكسي بنزويك اسيد. طبعا احنا اخذنا مع الاروماتيك كومباوندز تسميه الايه الاروماتيك كومباوندز. لو انا عندي حلقه بنزين متصله بالسي او اتش، يبقى اذا ده بنزويك اسيد. طيب عندي او اتش في البوزيشن اورسو، بسميه سلسيليك اسيد ككومن نيم، او اورسو هيدروكسي بنزويك اسيد، على اساس ان هي ديت عباره عن الاورسو بوزيشن. يبقى اورسو هيدروكسي بنزويك اسيد او سلسيليك اسيد. طبعا لو في دبل بوند هنا هنكتفي بالايه بالمثال ده، 2 سايكلوهيكسين كربوكسيليك اسيد. بدل طبعا يبقى عندي سايكلوهيكسان هيبقى سايكلوهيكسين، ولكن لازم اوضح مكان الدبل بوند ات كربون نمبر 2. يبقى هنا ان بدل ان علشان عندي دبل بوند. موجوده في الكربون رقم كام الدبل بوند؟ في رقم 2، يبقى 2 سايكلوهيكسين كربوكسيليك اسيد. Give the above name for the following carboxylic acid. طبعا دي كلها عبارة عن aliphatic carboxylic acid. يبقى إذن ديت الفانكشن جروب اللي هي COH. الأي أباك نيم يبقى هبدأ أرقم من السي دبل بوندو، يبقى 1 2 3 4 5 6. عندي برانش at carbon number 3 and 5، يبقى 3 5 3 5 داي داي ميسايل 3-5 داي ميسايل هيكسانويك أسيد. طبعا هنا 1 2 3 4 5، يبقى بنتانويك أسيد. بنتانويك أسيد. هنا كان عندي بنتان، عندي هنا إيه changed into أويك أسيد، وده عبارة عن البيرانتينيم هيكسانويك أسيد. وعندي 2 برانش الميثايل جروبس، يبقى 3-5 ديميثايل هيكسانويك أسيد. الفيزيكال بروبرتيز الكربوكسيليك أسيد، طبعا عندي هنا سي او وعندي او اتش. ديت عباره عن بولر جروب، they also exhibit intermolecular hydrogen bond. عندي هنا روابط هيدروجينيه intermolecular hydrogen bond between جزيئات الكربوكسيليك اسيد. كربوكسيليك اسيد عاده بتكون على شكل دايمر، يعني 2 مولكيولز held together by 2 intermolecular hydrogen bond. احنا شفنا الرابطه ديت، الرابطه الهيدروجينيه موجوده برضو بين جزيئات الالكحولز.
هنا عندي ده اسيتك اسيد، ده جزيء اسيتك اسيد، وده اسيتك اسيد. في عندي هيدروجين بوند طبعا طبقا ايه للالكترو نيجاتيفيتي ديفرنس بتوين او، ديت عباره عن الاكسجين وديت عباره عن الهيدروجين. ديت طبعا السي اتش اتش اتش، وعندي هنا سي او وهنا او وديت الاتش. الناحيه الثانيه طبعا عندي هنا ديت او وعندي هنا طبعا اتش، ديت بسميها انتر موليكولار هيدروجين بوند. يبقى two molecules of acetic acid held together by two hydrogen bonds due to electronegativity difference between oxygen and hydrogen. Carboxylic acid have significantly higher boiling point. طبعا هنلاحظ ان لازم يكون ليها درجة غليان عالية بسبب البولاريتي او بسبب الانترموليكولار هيدروجين بوند. الكربوكسيليك اسيد طبعا الدهايد اند كيتون اللي ليها نفس الموليكولار ويت. السبب نفس السبب، هو عباره عن الهيدروجين بوند اللي بتكون مع جزيء الميه من خلال السي دبل بوند او والاو اتش. يبقى الهيدروجين بوند بترفع البويلنج بوينت وبترفع درجه السولوبيليتي بالمقارنه بالفانكشن جروب الثاني اللي هي نفس الموليكولار ويت. هنتكلم بقى على موضوع مهم، هو الاسيديتي اوف كربوكسيليك اسيد. ايه هو الاندكتيف افكت؟ الاندكتيف افكت عباره عن سحب للالكترونات من خلال الكترون وذرونج او الكترون دونيتنج جروبس. لو انا عندي الكترون وذرونج جروب ميك ذا اسيد مور اسيديك، لو انا عندي الكترون دونيتنج جروبس ميك ذا اسيد ليس اسيديك. يبقى اذا الاساس ان الكترون وذرونج جروب استابلايز ذا كونجوجيت بيز. انا عندي طبعا الايكويشن للايونيزيشن الكربوكسيليك اسيد، وانا عندي سي اتش سي اتش 3 سي او او اتش، هيبقى عندي كربوكسيليك كربوكسيليت ايون. زائد طبعا الايه الاتش، او لو هنا كتبنا اتش 2 او هيبقى زائد اتش 3 او. ديت الايونيزيشن ايكويشن للاسيتيك اسيد ليه عباره عن الاسيديتي سترينث. فهنلاحظ ان الكلورو اسيتيك اسيد ده اسيتيك اسيد اللي هو ده الاسيتيك اسيد وده كلورو اسيتيك اسيد. الكلورو اسيتيك اسيد او الكلورين عباره عن الكترون وذرونج، الالكترون وذرونج جروب استابلايز كونجيجيت بيز وبالتالي انكريز ذا اسيديتي. لو الكترون دونيت زي الميثايل، احنا اخذنا طبعا امثله الالكترون وذرو كلورين فلورين نايترو سيانو، ديت عباره عن مجموعات ساحبه. امثله الالكترون دونيت زي الميثايل والفينايل ديت عباره عن الكترون دونيتنج جروب. يبقى اذا تو كلورو اسيتيك اسيد مور اسيديك ذان اسيتيك اسيد. وهنا عندي تو تو داي ميثايل بربانويك اسيد، هتلاحظ هنا في تو ميثايل جروبس ديت ليها بوزيتيف اندكتيف افكت او ليها تاثير الالكترون دونيت. يبقى ديت عباره عن الكترون دونيت. جروبس والسي ال عباره عن الكترون ويزدرو. يبقى increasing the acidity from right to left. يبقى الموست اسيدك هو التو كلورو اسيتيك اسيد. طبعا كلما زاد المجموعات الساحبة كل ما زاد الاسيديتي. يبقى اذا كلورو اسيتيك اسيد ليس اسيديك زان تو كلورو اسيتيك زان تو كلورو جروب او ليس اسيديك زان 3 كلورو. بمعنى ان الاسيتيك اسيد لو انا استبدلت ال 3 هيدروجين
ب3 كلورين اتوم اصبح عندي هنا 3 جروبس الكترون زيرو، بالتالي مور اسيدك. يبقى اذا اسيديتي انكريز ويز انكريزنج اوف نمبر اوف الكترونيجاتيف كلورين اتوم. يبقى كلورو اسيتيك اسيد غير الدايكلورو اسيتيك اسيد يختلف عن الترايكلورو اسيتيك اسيد. ويتش موست اسيدك؟ الترايكلورو اسيتيك اسيد موست اسيدك. واي؟ because increasing number of electronegative chlorine atom. عندي فاكتور كمان بيأثر على الاسيديتي سترينث، هو عباره عن الكترونيجاتيفيتي. لو انا عندي كلورو اسيتيك اسيد وفلورو اسيتيك اسيد، which more acidic؟ المور اسيدك هو الفلورو اسيتيك اسيد. why؟ because فلورين اتوم is more electronegative than كلورين اتوم. في عندي فاكتور بيأثر على الاسيديتي سترينث، هو عباره عن مكان الالكترون ويزدروينج او الالكترون دونيت، بمعنى ان الفور كلورو بيتنوك اسيد اقل في الاسيديتي من الثري كلورو، اقل من الاسيديتي من التو كلورو بيتنوك اسيد. هو السبب ان السي ال بتكون اقرب للسي او اتش في حاله التو كلورو بيتنوك اسيد. يبقى اذا الالكترون ويزدروينج افكت، الالكترون ويزدروينج افكت N2 كلوروبيتانويك أسيد هيزداد. ليه؟ لأن CL متصل بالكربون رقم 2 وبالتالي أقرب للـ COH. لكن في حالة الـ 3 كلورو هيبقى في الكربون رقم 3، وفي حالة الـ 4 كلورو هيبقى في الكربون رقم 4. طبعا لو عملنا ترقيم 1 2 3 4 يبقى 4 كلورو، وهنا 3 كلورو وهنا 2 كلورو. يبقى اذا increasing acidity increasing proximity of CL2 COH group. طرق تحضير الكربوكسيليك اسيد او preparation of carboxylic acid. هنلاحظ احنا اخذنا مع الالكحول الاكسيديشن اوف الكحول by dichromate in acid، هذا راح احصل على الكربوكسيليك اسيد. احنا اخذنا كمان ان الالكحول بيتاكسد الى الالدهايد، وبعدين الالدهايد بيتاكسد الى كربوكسيليك اسيد. يبقى اذا هي نفس طرق تحضير الالدهايد، ولكن بعمل اكسده للبرايمري الكحول علشان اقدر احصل على السي او اتش جروب. يبقى البرايمري الكحول زي الايثانول اوكسيدايز تو اسيتيك اسيد. هنا both CH bonds، CH bonds اللي موجودة في الألكحول replaced by CO bonds. رقم 2 الريفيرس رياكشن للإسترفيكيشن. يعني الإستر احنا خدنا مع الألكحول ان الألكحول زائد الكربوكسيليك أسيد يتكون الإستر وبنزع جزيء مية. لو انا عملت العكس يعني ضفت H2O للإستر، ده عبارة عن الإستر، ادي الار سي او او ار داش، ده عباره عن الاستر. اعمل هيدروليسيس يعني بضيف H2O، هرجع احصل طبعا على الالكحول زائد الكربوكسيليك اسيد. هيدروليسيس اوف نيتريل، النيتريل عباره عن ايه؟ عباره عن ار سي تريبل بوند ان، السي ان اندر هيدروليسيس كونديشن يعني بضيف H2O اتشينجد انتو سي او اتش. يبقى اذا الجروب اللي بسميها نيتريل بعمل لها هيدروليسيس تحول الى سي او او اتش. يبقى الاسيتونيتريل زائد H2O in presence of HCl، هذا راح احصل على الاسيتيك اسيد. كربونيشن اوف جرينارد ريجنت معناها بضيف CO2 الى جرينارد ريجنت، ده جرينارد اللي هو الار ام جي اكس، اكس بتساوي بي ار والار بتساوي الايثايل جروب. يبقى اذا ده عباره عن ايثايل ماجنيزيوم بروميد زائد CO2 بضيف الام جي
بضيف الـ ام جي الى الاكسجين. طبعا عندي هنا ديت بوزيتيف وهنا عندي نيجاتيف. احنا اتفقنا ان الار ام جي اكس عباره عن ار نيجاتيف والام جي اكس هيبقى عندها بوزيتيف. اعمل هيدروليسيس، ابدا اكون عندي هنا ايه الاو اتش، ديت اصبحت اتش، وكده انا حصلت على الكربوكسيليك اسيد. ده عباره عن بروبانويك اسيد، ديت عباره عن السي او اتش جروب، ادي السي او اتش جروب. يبقى هنا كربون نمبر 1 2 3، يبقى ده بروبانويك اسيد. يبقى اول حاجه هيدروليسيس، اول حاجه اكسيديشن اوف الكحول، هيدروليسيس اوف استر، هيدروليسيس اوف نيتريل، كربونيشن اوف جرينيارد ريجن. دي عباره عن ميثود اوف بريبريشن اوف كربوكسيليك اسيد. عندنا كمان حاجه اسمها الاسيد ديريفاتيف. لازم نبقى عارفين ان الاسيد هالايد او الاسايل هالايد والانهيدرايد والاستر والاميد والنيتريل كلها عباره عن ديريفاتيف للكربوكسيليك اسيد. هنا في اكزامبل طبعا للاسيد هالايد، بروبانيل كلورايد وكمان الاسيتايل كلورايد اللي احنا اخذناه مع COCl. ده عبارة عن أسيتايل كلورايد أو أسايل هالايد. احنا اخذنا ده لما عملنا استايليشن للبنزين في وجود كاتاليست. يبقى الاستايل كلورايد عباره عن اسايل هالايد. في كمان مثال اللي هو البروبانيل كلورايد، ده عباره عن اسايل هالايد. الاسيتيك انهيدرايد ده اكزامبل للانهيدرايد، تو مولكيول من الاسيتيك اسيد بنزع منهم جزء ميه يبقى عندي اسيتيك انهيدرايد. او الاسايل اسيتيت ايستر ده عباره عن ايستر اللي احنا لسه شايفينه من شويه، ده عباره عن الاسايل اسيتيت ايستر، ده اسايل اسيتيت ايستر ديريفاتيف من الكربوكسيليك اسيد. او الامايد الفورمامايد او الاسيتونيتريل، ده عباره عن اسيتونيتريل، ده يعتبر ديريفاتيف من الكربوكسيليك اسيد. رياكشن اوف كربوكسيليك اسيد، اول حاجه دي كربوكسيليشن. لو انا عندي صوديوم بروبانويت، ده طبعا سولت البروبانويك اسيد، لو فعلته مع حاجه اسمها صودا لايم. ايه هو الصودا لايم؟ صوديوم هيدروكسيد وكالسيوم اوكسيد، ده عباره عن صودا لايم. الصودا لايم بيكسر مجموعه السي او اتش واقدر احصل على الالكان. هنكتفي بهذا التفاعل بالنسبه للديكربوكسيليشن. رقم 2 synthesis of acid anhydride، طبعا ده عباره عن derivative من الكربوكسيليك اسيد. ممكن اخد الاستايل كلورايد مع السولت في كربوكسيليك اسيد هيتكون عندي الانهيدرايد، او اخد تو مولكيول من الاسيتيك اسيد مع الفوسفورس بنتوكسايد لنزع جزيء ميه ويتكون عندي الاسيتيك انهيدرايد. فورميشن اوف ايستر، ده تفاعل اخذناه مع الكحول، عندي الاسيتيك اسيد وعندي الايثانول. في وجود الكونك H2SO4 يتكون عندي الاسايل اسيتيت ايستر. يبقى دي تعتبر رياكشن اوف كربوكسيليك اسيد، وفي نفس الوقت ميثود اوف بريباريشن لبعض الديريفاتيف زي الاسيد انهيدرايد والايستر. وكده نكون خلصنا الكربوكسيليك اسيد. اخذنا ايه في محاضره الكربوكسيليك اسيد؟ اخذنا فانكشن جروب جديده تعتبر الموست بيريور فانكشن جروب اللي هي السي او اتش، اقوى في البيوريتي من اي فانكشن جروب اخذناها قبل كده. واخذنا نومن كليتشر باستخدام الايوباك، وعرفنا نومن كليتشر لبعض امثله الكومن نيمز، واخذنا كمان الفيزيكال بروبرتيز، وعرفنا امتى يبقى عندي الاسيديتي اعلى من او يبقى موست اسيدك او مور اسيدك وليست اسيدك، وعندي فاكتور بتاثر على الاسيديتي. ايه الفاكتورز؟ الكترون ويذدرون جروب او الكترون دونيتنج جروب، وفي نفس الوقت الكترون نيجاتيفيتي بتاثر على الاسيديتي،
والبوزيشن الالكترو للويزدرونج جروب بتاثر على الاسيديتي. واخدنا كمان طرق تحضير الكربوكسيليك اسيد بالاضافه الى الرياكشن والاسيد ديريفاتيف. في اي سؤال يا جماعه؟